الإنسان يصمم في هذه اللحظة. ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. الإنسان في هذه اللحظة، في ليالي الجمعة، في أيام الجمعة، في السحر، يصمم على أن يتوب. في كل ليلة في السحر، السحر يعني الثلث الأخير من الليل، قسم الليل ثلاثة أقسام، السحر الوقت اللي ننام به إحنا عادة. الله تعالى يقول وبالأسحار هم يستغفرون. يأتي هنالك ملك إلى السماء الدنيا من قبل الله تعالى ويقول هل من سائل فأعطيه؟ أكو واحد عنده حاجة؟ خلي يطلب حاجتي. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ من السحر إلى أذان الفجر، ثم بعد ذلك يعرج إلى محله من ملكوت السماء. الإنسان ينتهز هذه الفرصة للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى.